مصادر المعرفة كثيرة، لكن في كل مصادرها تعتبر مكتسبة وليست وراثية مع الإنسان، حيث أن الإنسان يولد بقدرات عقلية معينة، لكنه مثل الوعاء الذي إذا لم يملأ يكون فارغا، وإذا امتلأ فاض به، فالإناء بما فيه ينضح. لذلك لا خير في عقل إذا لم يتم تزويده بالمعلومات التي تنمي قدرته وتنشط عضلات مخه، وهذا يتحقق بالقراءة، فالقراءة غذاء والعقل، وهي تعتبر بالنسبة لأي شخص تصبح للإنسان دليل الروح. فالذين يقرؤون كثيرا يعرفون كثيرا، يخوضون في تجارب أمم سابقة، ويزورون مدنا وأماكن لم يروها إلا بين دفتي الكتب. نتحدث مشاهدين الكرام في هذه الفقرة عن القراءة، كيف لها أن تنعكس على أخلاق وأفعال القارئ والمجتمعات؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن المشاط، مؤسس نادي أتريك للقراءة والناشط القرائي. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد مساك يا رب. بداية طبعا ما فيش حد يغفل أهمية القراءة، وزي ما إيهاب قال الحقيقة كلامه كله قد إيه عكس أهمية القراءة بالنسبة للأفراد وبالنسبة على مستوى الأمم كمان. فعايزين نعرف إزاي الشخص غير القارئ يتشجع ويكون عنده القابلية إن هو يقرأ. في البداية، وأحب أرحب بكم في البداية، شكرا لكم على هذه الاستضافة الرائعة، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف القارئ يحتاج إلى دفع في البداية. أي قارئ يحتاج إلى 3 عناصر جدا مهمة، أولها الرغبة، الصبر، ثالثها الاستمرارية. إذا ما كان الشخص عنده رغبة في أنه يكون قارئ، يبحث عن معلومة، يبحث عن معلومة جديدة، معرفة جديدة، فصعب جدا أنك أنت تقنعه أنه يكون قارئ. الشيء الآخر أن القراءة رحلة استمرارية طويلة، رحلة عمر، فتحتاج إلى صبر، والصبر هذا يحتاج إلى استمرارية، تحتاج إلى استمرارية في القراءة، لأن القراءة مثل اللياقة البدنية، انقطعت عنها راح تفقد قدرتك القرائية بالتدريج. ممتاز. الآن في العصر الحالي كيف تجد مستوى القراءة الموجود في المجتمعات بشكل عام؟ في المجتمعات بشكل عام أصبحت القراءة الآن من وجهة نظري أصبحت تتجه إلى المدونات الإلكترونية، تتجه إلى المعلومات السريعة، أبحث عن معلومة معينة بأسرع طريقة ممكنة عشان أحصلها. مدونات إلكترونية الآن بدأت تنتشر جدا، بدأ التدوين العربي يظهر بشكل جدا كبير، وهذه ظاهرة، يعني ظاهرة جيدة جدا في المجتمعات العربية باعتبار شح المحتوى العربي عندنا في المواقع الإلكترونية. طيب، ودائما كنا نتداول موضوع الكتاب، والكتاب ينتهي، والأوراق والكتاب الورقية، صحيح. وخلاص انتهى الكتاب، وصار حتى يعني إيش أقول لك، حتى المصحف القرآن الكريم صار موجود، صحيح. على التابلت تقدر تكون موجود معه، لكن يظل مسكة الكتاب لها لذتها، لها متعتها، الكتاب يظل موجود. فإيش برأيك، على قولك لا يخلص بطارية ولا يحتاج لشحن ولا أي شيء من هذه الأمور؟ صحيح. والله شوف، الكتاب عمره ما راح ينتهي، الكتاب الورقي لن ينتهي ابدا، لكن سرعه الحياه استوجبت انه ننتقل الى اجهزه اخرى، كاجهزه الكندل، ايباد، اجهزه ثانيه، صحيح. تساعدنا ان ننتقل. مثلا جهاز الكندل على سبيل المثال يشيل اكثر من 4000 كتاب في جهاز واحد، ممتاز. بقد الكف يعني. فصعب جدا اني انقل معايا كتب كثير من مكان لمكان، وهذه فائده الاجهزه، لكن الحصول على الكتب الورقيه هذه أساسية جدا، لأن الكتاب الورقي يظل معك، له ذكرى شخصية بينك وبينه، صحيح. غير أنه ممكن يوقع على الكاتب، في ممكن ذكرى شخصية أنك تهديه لشخص. إهداء الكتب تجربة جدا جميلة، خصوصا إن كانت تلامس حاجة في قلب المهدى إليه. ممتاز. طيب، حضرتك ذكرت أنه من ضمن العوامل المهمة لجذب القارئ للكتابة، عفوا، جذب القارئ، جذب غير القارئ للقراءه، إيه؟ هي الرغبه. طب ازاي اشعل الرغبه دي؟ يعني ازاي الفرد على مستوى الفردي اعلي عندي الرغبه في القراءه، وازاي كمان على مستوى المجتمعات او الحكومات ازاي اقدر احفز الافراد على القراءه؟ في بدايه ما اسست نادي اتريك القراءه كان هدفنا الاساسي هو تحفيز الكل انه يجي يشارك معنا عشان يقرأ. ايه هي طريقه التحفيز؟ طريقه التحفيز السوشيال ميديا، كنا بنستعمل على السوشيال ميديا، بنحاول تعالوا شاركونا نقرا سوا، نحاول نقرا كتاب مع بعض، نناقش الكتاب مع بعض. ممتاز. فكانت الناس تتحمس، اوكي خلينا نجي نجرب، رائع. يجي يجرب، تشعل فيه الرغبه، يبغى يقرا كتاب ثاني. انا
عملت العامل الأول دفعته واشعلت رغبته. الآن تبقى عليه عامل أنه يستمر. والاستمرارية هي مع الأندية القرائية، مع المجتمعات القرائية، مع المجتمع اللي يحيط فيك، هو اللي يحدد استمراريتك من عدمها، بالإضافة إلى أن يكون صبور. موضوع الصبر جدا مهم مع القراءة. أنا هديك تجربة لي خاصة. طيب. أنا أحس حسب الكتاب بالنسبة لي أنا، يعني أحيانا أتحمس لكتاب معين، ممكن أجلس أسبوع أقرأ أو شيء زي كده، وممكن أجلس فترة ما أقرأ، أو أجلس مجرد أني أعتمد على المعلومات اللي ممكن الواحد يتخذها، إن كان عن طريق النت أو الدورات أو هذه الأمور. لكن السؤال هنا في الجزء الانتقائي لما نقرأ، ممتاز، إيش هو الشيء اللي يخلينا نعرف إيش نقرأ؟ خاصة عبد الرحمن هتكلم بكل شفافية ووضوح، طالع شوية كتب الله يكرمك، تعتبر مضيعة للوقت إنك تمسك الكتاب هذا ومجرد إنك تتصفحه مش تقرأه، خاصة للأشياء الحديثة. مع العلم إنه في كتب جدا جميلة جدا جديدة بتفكير جديد بحداثة جديدة، بالعكس فيها الجزء هذا. فعملية الانتقاء كيف تجدها، وخاصة بكثرة الكم الهائل الحاصل من الكتب الموجودة، لأي واحد حاب يبدأ القراءة؟ عموما إيهاب خليني أرد على السؤال نقطة نقطة. في البداية أنت قلت إنه كتب في كتب يعني على الساحة صحيح تعتبر ضعيفة نوعا ما. مفهوم الكتاب اختلف. الكتاب ما أصبح كتاب فقط تأخذ منه معلومة. الكتاب أصبح الآن للمبيعات، للشهرة، أصبح يتخذ كوسيلة أني أصعد إعلاميا مثلا. بالضبط. فالخطأ أن نأخذ كل الكتب بمحمل الجد، هذا خطأ من البداية. اختيار الكتاب يعتمد على شخصية الفرد. دائما كنت أقول أنه تجربة اختيار الكتاب هي أجمل تجربة يعيشها القارئ. صحيح. وأصعب تجربة يعيشها القارئ. رحلة البحث. رحلة البحث. صحيح. وحقيقة أنا كنت أخذ من 8 إلى 6 ساعات، من 6 إلى 8 ساعات في بحث عن كتاب واحد ممكن عشان أخرج بكتاب أقدر أقرأه لمدة طويلة. فبتتكلم أنت عن تجربة جميلة، وصعب شخص يقول لك أنت كيف تختار كتاب. صحيح. هذه التجربة أنت لازم تعيشها. شخصية كمان. أنا ممكن. أنا بحس إن اختيار الكتاب نفس اختيار اللبس. بالضبط. يكون على ذوقك. على ذوقك. موضوع أنت حاب تقرأ فيه، أنت تبحث عنه، تستشير طبعا، تستشير المختصين. حاب تقرأ مثلا خلينا نقول في ريادة الأعمال، استشير المختصين. المختصين غالبا بيعطيك مجموعة من الكتب. اختيار الكتاب المناسب لك هذا دورك أنت، مو دور المختص أو مو دور شخص آخر يقولك هذا الكتاب جدا ممتاز لك، هذا الكتاب أخر هذا. صحيح. كذا الآن بيغتصب عملية القراءة الجميلة لك. صحيح. اختيار الكتاب هذه واحدة من أجمل الفترات القرائية اللي ممكن يعيشها. الله عبد الرحمن أنا أكد لك كلامك، عندي صديق زي كده، جيب لي كتاب أقرأ، أدي له كتاب يقرأ جزء منه ويسيبه، عمره ما كمل كتاب. فالكتاب الوحيد اللي كمله كان من اختياره. أو للمس شخصي. أو ممكن كنصيحة برضو للمستمعين إنه أساسيات في اختيار الكتاب، حاول إنك تبحث عن الكتاب أونلاين. أنا عايزة تفضل. حاول إنك تبحث عن الكتاب أونلاين. حاول أنك تقرأ الآراء عن الكتاب. ممتاز. إن عجبك الكتاب أو ما حصلت معلومة مفيدة عن الكتاب، ابحث عن الكتاب في المكتبة. روح للمكتبة، اقرأ الغلاف الخارجي، الغلاف الخلفي، اقرأ المقدمة، الفهرس، صفحات من الكتاب. يعني خد هم فعلا الكتاب بيوفر نبذة أصلا عنه ليك، بيهديك ليك بحيث أن أنت تعرف محتوى. وأيضا لا تنخدع بمظاهر التصميم الخارجي، يعني مو كل الكتب بالتصميم. صحيح. أنا عايز أقول حتى والله أنا التجربة، يعني كان من ضمن الفترات الإنسان ممكن أنه يتغلب على فكرة أنه ما عندوش وقت أنه هو يقرأ. الحقيقة أن أنا لقيت أنه أحد المجهودات المهمة بصراحة لي مؤسس محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، طبعا عاملين أعتقد أن حضرتك أكيد عند حضرتك فيها، اللي هو كتاب في دقائق، عامل ملخص لأهم الكتب العالمية بمحتوياتها. فالحقيقة أنا شايفة أن كل الدول بتسعى أن هم عارفين أن القراءة قد إيه بترفع من مستوى الإنسان ومستوى المجتمعات، وعاملين التولز دي. والحقيقة شجعتني أنا شخصيا أن أنا أدخل أقرأ. فهل الفكرة فين؟ يعني دلوقتي الدول فعليا بتعمل بتوفر الوسائل بالنسبة للقراءة، لو الكتاب مثلا كبير بيختصروه وبيلخصوه في برامج قد إيه. حتى احنا عندنا على القناة اقرأ بنناقش كاتب وكتاب، بنجيب الكاتب والكتاب ويناقش الكتاب للمشاهدين. فعايزين نعرف نعمل ايه، يعني ازاي نحفز الناس بشكل اكبر، يعني ازاي نخليهم يبقى عندهم محتوى اكبر ويقروا بشكل اكبر. ممكن اشوف انه انا عن نفسي شخصيا اشوف انه تعريف مصطلح القراءة مختلف جدا عن مصطلح القراءة سابقا. كانت القراءة محصورة على الكتب، لان الكتب هي مصدر المعرفة الاول في العصور السابقة. الان لا، المصدر المعرفة الأول ليست الكتب فقط، هناك اليوتيوب مثلا، هناك منصات تعليمية، هناك الأفلام الوثائقية.
فمصادر التعلم كثيرة جدا، والأغلب يبحث أنه يأخذ معلومة بأسرع طريقة ممكنة. فأفضل وسيلة أنك تحاول تبحث عن معلومة بأسرع طريقة ممكنة أنك تبحث عن ملخص لهذه المعلومة. لكن في عندنا مشكلة اللي هي إشعال المعرفة. الشباب أو الشابات الآن خلاص أخذت المعلومة، انتهينا، معلومة جاهزة ومشي. صحيح، هذا خاطئ. هو أنت المفروض تأخذ المعلومة اللي تشعل فيك المعرفة، أني أروح أبحث، أكمل، أقرأ كتب ثانية، أعرف أكثر عن هذا الموضوع. هذا اللي المفروض يشعل الكتب، يشعل القارئ أنه يبحث عن كتاب. مسألة أنك متابعة التحري بالضبط. التحري، في قصة من القصص اللي ممكن مرت بها شخصيا، تجربتي مع جدتي. جدتي كانت تحكي حكاية النوم لأي طفل، زي أي طفل، زي أي جدة مع طفلها. فكانت تقول لي عبد الرحمن أنا حكيك حكاية، تحكيني الحكاية مغلوطة. أنا أعرف الحكاية، لكن تحكيني هي مغلوطة بسبب أنها تقول لي بحال تشعل فيها أنه روح أبحث، أقرأ القصة مرة ثانية، شوف الحقيقة. فكنت أروح أبحث عن القصة وأقرأ. لا يا جدي، ترى الكتاب أنت قلتيها غلط، لا أنا صح. وكانت خليني أروح أقرأ غير إن هي تحكيني. فهذا برضو يبين دور الأهالي في الموضوع، إنه كيف ممكن يحفز. شغلت عندك محرك البحث. محرك البحث، محرك إنه أنا أبغى أعرف المعلومة الصحيحة فين. ممتاز. في نسب للقراءة في الوطن العربي خاصة طلعت عدد القراء هذه الأمور ولا لسه؟ للأسف ما في أي نسب. آخر دراسة طلعت 6 دقائق 2010، تعتبر دراسة قديمة جدا، 8 سنوات. الآن ارتفعت النسبة بشكل جدا كبير. زي ما قلت لك برضو، التدوين الآن أصبح جدا سهل. الكتب الإلكترونية بدأت تنتشر بشكل جدا كبير. أمازون الآن أعلنت عن إصدارات الكتب العربية في موقعها، وهذا يعني أن النشر سيكون أكبر وأكبر في السنوات القادمة. فتجربة القراءة ما زالت شابة في العالم العربي. صحيح. بطريقتها الحديثة، لازلنا في عصر الستينات والسبعينات، نحاول أن نقرأ كتب كبيرة، نحاول نأخذ كل المعلومات من الكتب، المعلومة الصحيحة فقط سنجدها من الكتاب. هذه الآن أعتقد بأنها اختلفت كثيرا عن ويظل سابقا. انها موجوده، يعني من اجمل التجارب، من اجمل يعني التجارب. احنا نشانا، يمكن نعتبر نفس الجيل. نشانا على ايش؟ على ابن القيم وابن الجوزي وفوائد ودار المعاد والجواب الكافي، كلها مجلدات ضخمه جدا كبيره، وكنا نخش فيها على قول. انا عايز اخذ من كلامك ايهاب الحقيقه، في مقوله بتقول اذا كنت تقرا فقط الكتب التي يقراها الجميع فستفكر كما يفكر الجميع. الجميع، صحيح. فعايز اعرف يعني ازاي الانسان يطلع من بوتقه الكتب اللي بيقراها، نوعية الكتب اللي بيقراها، يعني ممكن يكون عنده شوية نوع من أنواع الاحتفاظ بنوعية معينة. أنا أقرأ مثلا الكتب روايات مثلا، أبدا مش بيفكر أنه هو يقفز لمرحلة تانية أو يقرأ في الأدب أو أنه هو يقرأ في المعرفة الماورائيات والحاجات دي كلها. إزاي ياخد الخطوة أنه أطلع المقول عشان أفكر بشكل مختلف؟ المقولة اللي قلتيها هي أعتقد لكاتب ياباني، هاروكي. صحيح. هاروكي أعتقد، ما أذكر اسمه الثاني. صحيح. كاتب موراكامي. ياباني، هاروكي موراكامي، هو كاتب ياباني كان يتكلم، كان دائما من الكتاب السرياليين اللي كان يحب يتكلم في السوداوية شوية، كان السرد السوداوي على طريقة دوستوفيسكي. فخلينا نتكلم عن موضوع أنه ليش الكتب بتقولي لي أنه الطريقة، كيف المجتمع، إيش بتقرأ أنت بالضبط؟ طبيعي، أنت مجموعة الأشخاص اللي حوالينك، فالمجتمع بيأثر عليك. الكتب اللي بتقرأها إذا اتجهت لاتجاه معين، تقرأ فقط في الروايات، فمع الوقت ستصبح كاتب، لكن أنت قرأت في الفلسفة، مع الوقت ستصبح فيلسوف. فهذه يعني من الأمور اللي يحتاج إنه الشخص ينوع من طريقة قراءته. ممكن أقول عن طريقة تطوير القدرة القرائية برضو، فحتكون عنده جدا أفضل إذا حاول مثلا أنه يخصص طقس قرائي معين. ممتاز. يربطه بأشياء هو يحبها. يحاول يغير المكان القرائي، يبعد عن الضوضاء، يغير أنواع الكتب اللي يقرأها بين فترة وفترة. ممتاز. راح يوصل لمعرفة إن شاء الله كبيرة. ممتاز الحقيقة، أشكرك شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة، وأتمنى أنه الأدوات اللي حضرتك اديتها لنا في الحلقة يستفيد منها مشاهدينا الكرام. الأستاذ عبد الرحمن المشاط، مؤسس نادي أترك للقراءة والناشط القرائي، شكرا جزيلا لتواجد حضرتك معنا. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجعين، خليكم معنا.